أهلا وسهلا فيكم. من الوصفات اللي بحب أحضرها بالوقت اللي ما بيكون عندي كتير وقت زيادة، وكمان لما أكون مش حابة أستخدم لحوم أو دجاج بوصفات الغداء. اليوم رح نعمل الكوسة بالزيت، أو في ناس كمان بسموها مسقعة الكوسة. عندي هون نص كيلو جرام من حبات الكوسة، غسلتهم كتير منيح وجففتهم، وهلأ رح أبدأ بتحضيرهم. كل حبة باخدها بقطع القمع من الجهتين وبقطعها بالطول لجزئين، وبعدين رح أقطعها لأنصاف دوائر بهالشكل متوسطة الحجم، يعني هذا السمك بيكون كافي. وبتابع تحضير كامل كمية الكوسة بنفس الطريقة. هيك أنا انتهيت من تقطيع الكوسة، وتعالوا نتابع تحضيرها على النار. هلأ هون رح استخدم قلاية كبيرة أو طنجرة على النار، رح أضيف فيها 4 معالق كبيرة من زيت الزيتون. طبعا هالوصفة مجرد ما نزل زيت الزيتون لازم نحضرها لما يكون الزيت فريش وبكر ولسه طعمه كتير قوي وطيب. بستنى الزيت شوي يسخن، بعد هيك رح أضيف حبة بصل واحدة مفرومة لمكعبات صغيرة. مع البصل رح أضيف قرن فلفل أخضر حار، في حال كنتوا بتحبوا الحار بتقدروا تضيفوا وبتقدروا تستغنوا عنه. رح أقلب البصل مع الفلفل مدة 4 دقايق لحد ما يدبل ويتغير لونه ويصير تقريبا معي شفاف. دبلت البصل معي بهالشكل. هون رح أضيف الكوسة، بدي أقلبهم دقيقة مع البصل بهالشكل. وهلأ صار وقت نضيف البندورة. عندي 4 حبات كبيرة من البندورة قشرتها وفرمتها. نقدر نستخدم البندورة بدون تقشير، بس بفضل أقشرها حتى تدوب معي بشكل أفضل مع هالوصفة. هلأ رح أقلبها شوي. رح أحتاج هون لمعلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، وبقلب. هلأ الملح رح يساعد لي الخضار إنها ترخي وبالتالي تستوي معاي بشكل أفضل وتتسبك. رح أغطي طنجرتي، أوطي النار لأدنى درجة وأتركها لمدة 10 دقايق لحد ما تستوي معاي الخضار تماما. بعد ما مرق الوقت على الكوسة على النار، تعالوا شوفوا كيف صارت هلأ حبات الكوسة مستوية، البندورة تسبكت وصارت مثل صلصة حواليها، وهيك صارت وصفتنا جاهزة. في إضافة أخيرة اللي بيحب يضيفها هي اختيارية، واللي بيحب يستغنى عنها كمان بصير. معلقة صغيرة من النعناع الناشف، نعناع رح يعطيها نكهة هيك لذيذة وفريش. بقلب تقليبة، وهيك صرنا جاهزين للتقديم. سقعت الكوسة هيك صارت جاهزة للتقديم. رح أزينها بورق النعنع الأخضر الطازج وأقدمها مباشرة. نقدر نقدمها مع الخبز أو مع الرز، وتعالوا نجربها سوا. تسبيكة الصلصة تبعتها مع نكهة النعنع بتشهي. الكوسة مستوية تماما، وبنصحكم بتجربتها خفيفة وطيبة. صحتين وعافية.